نصر، اجي لك. الموسم كان صعب في البدايه، كان لازم تاكدوا ريادتكم، كان لازم تاكدوا يعني احقيتكم بالمكسب. السنه دي حسمنا الدوري بدري، ومع ذلك ما اكتفيناش بس ان احنا نحسم الدوري، لا قعدنا لاخر مباراه بنلعب وبنفوز. كلميني عن الموسم، وكنتوا متوقعين النتائج دي بدايه الموسم ولا لا؟ اول حاجه بس عايز اقول يعني بتمنى الشفاء العاجل لاختي وصاحبتي امين عاطف، ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده معانا، بس ان شاء الله ترجع بالسلامه وترجع اقوى، ومنتظرينها ان شاء الله ترجع تاني في الملعب ان شاء الله. طبعا احنا الموسم بتاعنا من اول السنه كان صعب جدا. احنا بدانا بدري عشان كان عندنا بطوله افريقيا في الكونغو. نعم. اول حاجه بدانا عليها على بطوله افريقيا على طول بالظبط. ما كنا هدفنا ان احنا نوصل المربع الذهبي ونحقق ميداليه مختلفه غير اللي احنا حققناها في صاله الاهلي. نعم. بس كانت يعني الدنيا ما خدمتش احسن حاجه، برضو انت بتلعب في وسط جمهور الكونغو وكده، فما كناش احسن حاجه، بس كنا راجعين شويه نفسيتنا، كانتش احسن حاجه ان احنا ده مش اللي احنا متفقين بيه مع بعض. قفلنا صفحه افريقيا، رجعنا تاني لبطوله الدوري وبطوله الكاس، وكنا موعدين بعضنا كلنا ان احنا ان شاء الله نخلص الدوري بلا هزيمه. فالحمد لله قدرنا نعمل كده يعني. حصل الحمد لله. طيب يعني الموسم كان صعب، كان فيه اصابات، انت على المستوى الشخصي تعرضتي لاصابات عطلتك شويه، منتخب كان ليه اشتراكات كتيره جدا وخد لعيبه كتير من عندنا، واتمرنا بنص الفرقه تقريبا بالزبط. اغلب فترات الموسم. ازاي اتغلبتوا على ده؟ ازاي قدرتوا في وقت ضيق، يعني النهارده انا بتاخد مني ست لاعبات او اكتر بيتاخدوا طول الاسبوع، بيوصل بالعشره كمان، بالعشره، وكان بيتاخدوا طول الاسبوع ويجي تيجوا تتمرنوا تمرينه وتلعبوا ماتشين، كان بيتهيألي جمعه وسبت. ايوه بالظبط. فالنهارده كنتوا بتتغلبوا على زي ده، وانت كمان كابتن الفريق هنا، انت ليكي دور كبير. تغلبتوا على ده ازاي؟ ازاي قدرتوا بوقت قصير تعملوا المستوى ده؟ ان احنا دايما بنلم بعض، احنا بنبقى بنتفق دايما مع بعض، بنتكلم مع بعض ان احنا النادي الاهلي، احنا ما ينفعش نخسر، احنا لازم نكسب كل الماتشات. فاحنا كمان عندنا حاجه مختلفه في الفرقه السنه دي، احنا كل الاعمار بتاعتنا مناسبه شويه، كلنا صغيرين، ما فيش الا انا وامينه اللي مثلا اكبر ناس في الفرقه، فده دايما نقعد نتكلم مع بعض ان احنا لازم نكسب، هنجمع بعض. عارفه المنتخب بياخد منهم مجهود، بيتمرنوا ثلاث تمرينات في اليوم مثلا ولا حاجه، فدايما بيجوا النادي بيقفلوا دايما صفحه المنتخب وبيركزوا الهدف مع النادي. اذا اشتغلتوا على المينتال اكتر، اشتغلتوا على الفكر اكتر، اشتغلتوا على التركيز بالظبط، عشان يبقى قله التمرين تترجم لمستوى بالظبط كده. الله ينور عليكم، شغل يعني ده ممتاز الحمد لله.